الصلاة هي صلة، صلة بين العبد وبين ربه، والصلاة فيها استشعار لأحاسيس عظيمة وجميلة جدا. عندنا 3 جبهات، شباب بيصلوا صح، والصلاة بتاعتهم كلها خشوع وتقرب لربنا سبحانه وتعالى، وجبهة تالتة الناس اللي ما بتصليش خالص. في النص بقى في ناس بتصلي وما بتصليش، يعني هو بيصلي وخلاص، خاصة الشباب. يعني يمكن حلقتنا النهاردة هتخص الشباب أكتر. ناس كتير جدا أو شباب كتير جدا بيصلي، ولما تتكلم معاه تقول له إيه ده أنت صليت في دقيقة، هو أنت لحقت تقول حاجة في الصلاة؟ فيقول لك يا عم بقى كويس الحمد لله إن أنا بصلي. في ناس غيري ما بتصليش، أه الحمد لله إنك بتصلي، بس عايزين بقى نصلي صح. يعني هل أنت فاهم كل معنى أنت بتقولها في الصلاة؟ هل أنت عارف قيمتها هي إيه؟ هل أنت بتستشعر في الفاتحة مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى واقف قدامك وبيرد عليك؟ هل أنت مدرك معنى السجود والركوع؟ هل أنت عارف إن السجود ده أقرب درجة لربنا سبحانه وتعالى، وإن أنت قريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني الواحد فينا لما بيبقى عايز يتكلم مع حد ونفسه يسمعه، فبيقعد يقوله بس اسمعني اسمعني بس هقولك على حاجة، لكن ربنا أنت ما بتقعدش تقول معاه كده، انت بتسجد وبتتكلم زي ما انت عايز، وهو سامعك كويس قوي وحاسس بيك كويس قوي وعالم بيك كويس قوي وعارف اللي جواك كويس قوي. حاولوا تستشعروا قد ايه الصلاة فيها حلاوة احلى من طعم السكر، قد ايه الصلاة هي قرب من ربنا شديد جدا، قد ايه الصلاة محدش عارف انت بتقول فيها ايه غير ربك بس، مفيش حد عالم باللي في قلبك غير ربك بس، مفيش حد عالم انت جواك ايه من صعوبات ومن مشاكل ومن حزن ومن ألم ومن فرح ومن حاجات كتير جدا غير ربنا سبحانه وتعالى بس. سر بينك وبين ربنا مستحيل حد يعرفه. عايزين النهاردة نقول للشباب اللي بتصلي وما بتصليش في نفس الوقت ازاي تطلع من الصلاة بصلاة صحيحة وتدوق حلاوة الصلاة، والناس اللي ما بتصليش قد ايه انت فاقد شيء مهم جدا في حياتك، قد ايه انت عايش في خسارة كبيرة جدا وخسران فرصة ربنا مقدمها لك بكل سهولة.